يا كبير يا كبير الحاج يا كبير يا ولد الحاج يا كبير في ايه يا فزاع؟ ايش مربوح الكبير فين؟ فيه مصيبه. الكبير طلع من بدري يدور على الحرامي اللي سرق الايباد. ايباده كمان اتسرق؟ ايوه دي الزريبه اتسرقت كمان يا مري. فيه جاموستين عاشوا يستاهلوا خشمك ما لاقيينهمش راحوا اتسرقوا. الجاموستين اتسرقوا يا ابوي؟ يعني انا كده مش هشرب شاي بلبن؟ ما اسجلش البوكسمات في شاي الساده انا؟ ها؟ ولا كانك سامع حاجه، ركز معايا بس يا فزاع، هنقول للكبير كيف؟ ده ممكن يروح فيها. الله يرضى عليك يا است مربوح، خلينا اقولها له ستيب باي ستيب بكده عشان ما نفجعهوش بالقمر في وشه، يجي له هارت اتاك ولا حاجه. بعد الشر. لا لا واحده 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 واحده. اول كبير جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور يا كبير، اهدى. انت 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 لقيت الايباد؟ ايوه الحمد لله الحمد لله لقيته. طب الحمد لله. فزاع يعني كان عاوز يقول لك حاجه بسيطه كده يعني. طبعا ده فزاع ده ولدي. قول يا حبيبي. الزريبه اتسرقت يا كبير. يخرب بيتك. جاموستين مش جاموساشي واحده. وجاموستين عشر. الرجل عشر عشر يا كبير. غراب نوحي قسما بالله غراب نوحي. لا قوه الا بالله. ايه اللي بيحصل ده؟ هو النهارده اليوم العالمي للشركه ولا ايه؟ ايه اللي حصل لك يا ابوي؟ لسه راجعين من الخطف ودلوقتي بتتسرق. انا ما بقتش مامن على نفسي معاك. اقول لك وديني ملجا. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. يبقى يوم المنى. بس للاسف ما لاقيش ملجا على مقاسك. لو لقيت ابقى خد معاك حلقوه. امشي يا ابني. كنت شاطر على الحرام. امشي يا ابني. معلش يا كبير. انا بالحق هو فين حلقوم؟ ده طلع معاك من الصبح. ايوه ايوه واحنا راجعين شبطت مرجيح المراجيح اللي في الصلصيحه. قلت له خد وقتك وابقى عاود على الدوار. قديه يتوه يا كبير؟ يا ريته يتوه يا ريته. لما ده ما يتوه ايش واصل؟ ده كيف الجنيه البراني؟ تصرفيه يعاود تاني. والعمل دلوك يا كبير هنعمله ايه؟ قلبنا البلد عليها وطيها ما لقيناش المجرم الهارب من العداله ده. عشان انتوا جواليس طين مالكوش اي عازه. انما انا سيلف اندبندنت بشويه تحريات خاصه. قبصت اول خيط طرف الخيط قبصته. شوفوا الواد محترف عامل صفحه على الانترنت بيحط عليها المسروقات وحاطط لها تسعيره كمان. وريني كده يا كبير. صفحتي هدي هتكونش البيج اللي اسمها عروض فرع زيطه اللي فتح في المزاريطه. واه كانك الادمن يا اد. الحشر ليه كبير؟ انا عملت لهم فولو وجالي نوتيفيكيشن عشيه لقيت عندهم عروض خياليه كبير باسعار رهيبه. لقيت عندهم جاموستين الجاموسه الواحده ب 2000 جنيه. قلت لروحي ارمح يا فزاع رمح واشتريهم وهيوصلوهم لحد البيت. الجاموستين دول بحلقين في ودنهم شمال. صح يا كبير اللي عجبني فيهم شبه اللفشكريه. تصدق يا كبير اول ما فتحت باب البيت قعدوا يتمسحوا فيا كده وحبوني قوي. ايوه طبعا ما انت بسم الله ما شاء الله كاريزمتك. الله يرضى عليك. وبشوش وليك طله وتتحب. الله يرضى عليك. خيب الجنابك كمان قعدوا ينعلوا ينعلوا كانهم معرفه قديمه. الله الله يعني الجاموسة عرفتك وانت ما عرفتهاش. انا عارفها كيف؟ ليه؟ عشان دول جواميسي. الجواميس المسروقة. وانا اللي فكرتهم ولفوا علي عشان حبوني. يلا روح روح يلا روح هات اخواتك ورجعهم على الزريبة. يلا امر جناء. كان فيها 4000 جنيه تمن الجواميس. خدهم يا ادمن لقرطسك. يا جماعة واضح ان الراجل ده حرامي واعر. بس الواعر في لوعر منيه. الحق يا كبير. ايه في ايه؟ الصفحة نزلت حجة جديدة. ايه جزمة بني من جلد تمساح بأبزين. اوه دي جزمتي جابها لي مستوفي من ليبيا. عباية صوف سوداء مطرز عليها حرف الكاف. الكاف دي عبايتي جايبها لي مسعود من السعودية. وتمثال صعيدي يسمى قاهر الفلاح. قصدك قريتي غلط انت. صديق الفلاح يقصد ابو قردان. لا 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 قاهر الفلاح مواصفاته
تمثال يرتدي جلباب صعيدي ويمسك عصا يضرب بها في اللح مقهور. اوه الفلاح ده راكع على ركبه؟ ايوه ده التمثال الايقوني اللوجو بتاعي. اوه انت بتعمل ايه عندك يا ياد؟ في ناس جم خدوا التمثال وقالوا لي لما ابوك يجي اوقف مكان التمثال عشان ما ياخدش باله. ايه واقف غلط؟ ايه في ايه؟ ياللي سرقت التمثال اللوجو عزب الكبير هدوكو فزاح من جنابك. تعالوا تفضل. ايه دي؟ دول بيصوروا فيلم؟ اه. واحنا دايين نعملوا ايه؟ انت غبي ياض؟ هو في كل محطة هتسألني ما هي نفس المهمة، بندور على أم الواد. ايوه ايوه صح. ايه دي؟ هي أم الواد بتشتغل في السيما والتلفزيون؟ ده هي السيما والتلفزيون. يلا يا جماعة ستاند باي، دور، خش كليك. اكشن. انت يا دعبس وديت البضاعه فين؟ والله ما اعرف حاجه، سيبونا نروح لعيالي. دي اخر فرصه ليك، انا مش مسؤول عن اللي حصل لك بعد كده. قلت لك ما اعرفش حاجه. لا احنا كده هندهلك البص. يا بص 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 الاكس بتاعتي هي البص. ايه دي؟ دي نرمين الفجر. ايوه ايوه. ايه انت كنت متجوز نرمين الفجي؟ انت وملكة بتستحقرني ليه؟ ما انا قبلها كنت كاتب كتابي على جينيفر لورنس. جينيفر لورنس الممثله الامريكانيه؟ بالظبط. طبعا هي اللي سابتك. هتستجرك؟ انا اللي فكست الحوار. بنت مش عياشه كده، ما تنفعش فتحي بيت. قبل ما نكتب كتابنا قلت لها تعالي تنزلي معايا بقى الروعي، تجيب مشوش كهربا، ايه مقابض، نظام نجف. تعاوز دينيفر لورنس تنزل معاك الروعي؟ اساس عروسة جديدة وكده يعني. قالت لي لا بقى، واتلككت قالت لي عني بقى سلسلة بصورها اسمها الالعاب الجائعة. ليه ايه دي؟ هانجر جيمز. برضو مش عايز تقول فين البضاعة يا دعبس؟ وغلاوتك عندي ما اعرف اي حاجة يا بوس. وبعدين ده الراجل بتاعك وطول عمري يعني. ما عشان انت الراجل بتاعنا يبقى انت عارف فين مكان البضاعة، ولا انت بعتنا لبلاقسي اللي كنت بتتغدى معاه امبارح؟ ايه؟ وعرفت منين؟ وانت فكرك ان في حاجة بتستخبى عليا؟ هتقول لنا بقى فين البضاعة؟ ولا مش هتشوف ولادك بعد كده؟